موجز اقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت الحوالة الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 82% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 167 مليون دولار. وذكر مصدر صحفي أن البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي باع 197 مليون و154 ألف دولار، غطاها بسعر صرف بلغ 100,305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية. وأضاف المصدر أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 173 مليون و446 ألف دولار. أقرت وزارة الموارد المائية والزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي للسنة المائية 2023 و2024. وذكر بيان حكومي أنه تم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من الأول من شهر تشرين الأول عام 2023، وتتضمن زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية وزراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية. وشهدت العديد من المحافظات في العراق تظاهرات لفلاحين ومزارعين احتجاجاً على إيقاف أو تقليص الخطط الزراعية وسوء إدارة ملف المياه. أعلنت وزارة الزراعة في كردستان العراق منع دخول المحاصيل من الوسط والجنوب، مؤكدة أنها ليست محاصيل عراقية بل مستوردة. وقالت وزيرة الزراعة في كردستان العراق بيكر الطالباني إن إدخال المنتجات الزراعية وخاصة الطماطم من وسط وجنوب العراق إلى كردستان العراق محظور منذ يوم الاثنين، متهمة حكومة بغداد بعدم الالتزام بالتقويم الزراعي بين كردستان ووزارة الزراعة في بغداد. هذا ومنذ 30 من شهر آب الماضي فتحت بغداد أبوابها أمام المنتجات المستوردة من خارج البلاد، ما دفع التجار في كردستان العراق لشراء المنتج المستورد، فيما أصاب الكساد منتجات كردستان العراق المحلية. تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في 10 أشهر قبيل إعلان قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يشير إلى شح في إمدادات الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93 دولاراً للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات بما يعادل 0.8% لتصل إلى 93 دولاراً و54 سنتاً للبرميل. أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن من بين كل 5 سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر آب كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل. وقالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في شهر آب، مسجلة لأول مرة أكثر من 5 إجمالي مبيعات السيارات. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بيع نحو 1 مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب موجز إلى لكم.